مع اقتراب نهاية العام 2016 نتوقف مع بعض أبرز الصور التي أثارت اهتمام الناس على تطبيق إنستغرام تحديدا. فنبدأ مع هذه الصورة التي نشرها حساب شركة ماك لمستحضرات التجميل في فبراير خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وفيها تظهر شفاه عارضة الأزياء أميتو لاجوم. الصورة جرت وابلا من التعليقات العنصرية، لتقوم العارضة لاحقا بنشر الصورة نفسها على حسابها الخاص والتعقيب عليها قائلة: شفاهي تحرمكم من النوم؟ على العموم، في الشهر نفسه فاز ليوناردو دي كابريو أخيرا بأوسكار أفضل ممثل، لتنطلق بعدها على مواقع التواصل مئات النكات والصور المركبة المعروفة التي أعيد نشرها مئات الآلاف من المرات. أما فنيا، فقد فاجأت المغنية العالمية بيونسي الجميع بعرض تيزر أو إعلان ألبومها الجديد بعنوان ليمونيد على إنستغرام، الذي جاء صادما للبعض، حيث تحدثت فيه صراحة عن العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء، وكان نشر الإعلان على إنستغرام خطوة جديدة في عالم الفن. أما في شهر مايو، فكانت هذه الصورة من أبرز ما حمل على إنستغرام، وفيها يظهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عندما كان مرشحا فقط يتناول الطبق المكسيكي الشهير تاكو. أما عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة كارا دلفين فقد اختارت إنستغرام للرد على شائعات طالتها تتعلق بعدم دعوتها للمشاركة في عرض أزياء فيكتوريا سيكرت في لندن لعدم مطابقة جسمها المواصفات وزيادة وزنها. زعلت جدا فقامت بنشر صورة لخطاب من الشركة ردت به على هذه الادعاءات وأنه تمت دعوتها. أما المغنية الأمريكية الشابة سيلينا غوميز صاحبة الحساب الأكثر متابعة على إنستغرام، فبالرغم من إيقافها لحسابها لفترة من الزمن، إلا أنها ظلت الأكثر تأثيرا على إنستغرام هذا العام. فمن بين 10 صور حصدت أعلى نسبة من الإعجاب في 2016، كان لغوميز 8 صور منها.